نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة بوسرحة الشاهين، ريتا أسعد وسيف ماضي على التنفيذ. البداية مع العناوين. قراءات محلية وخارجية حول قرار المحكمة الدولية بين منتقد ومرحب ومتريث. رئيس الكتائب يسأل إلى متى سيستمر العالم بالتغاضي عن مجموعة مسلحة تقوم بزعزعة لبنان ودول المنطقة. دريان، ما من حقيقة وما من محاسبة في لبنان. تشكيل حكومة حيادية إنقاذية. استمرار البحث عن المفقودين والقيسي يعلن عودة العمل في جزء من المرفأ. بدون أي تردد، هلأ هو الوقت الأنسب لتستثمر وتزيد مصرياتك. شركة CFI مع أكثر من 22 سنة خبرة وسيط واسع بهالمجال، هي اليوم دليلكم للسوق العالمي. عمولات، ذهب، نفط، أسهم شركات عالمية وكتير مجالات غيرها. استثمروا مصرياتكم هلأ مع CFI. اتصلوا على 01-333-525 أو زوروا cfilebanon.com. ثبت خطواتك مع CFI. أفرغت المحكمة الدولية ما في جعبتها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنها ما تزال قائمة للنظر بالجرائم الأخرى المعروضة عليها. وعليه فإن قراءات محلية وخارجية عدة انطلقت، توزعت عناوينها بين منتقد لقرار المحكمة ومرحب به وآخر متريث. فواشنطن على لسان وزير الخارجية اعتبرت أن إدانة سليم عياش تؤكد أن حزب الله وأعضاءه ليسوا مدافعين عن لبنان كما يزعمون، في حين لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الحكم خيب أمال العديد من اللبنانيين، أما حزب الله فلاذ بالصمت ولم يصدر حتى الساعة أي موقف. رئيس الكتائب النائب السابق سامي الجميل سأل إلى متى سيستمر العالم بالتغضي عن مجموعة مسلحة بقوة الخارج تقوم بزعزعة لبنان ودول المنطقة، وقال للحدث عربية: لا نستطيع بناء دولة حرة ودولة قانون طالما هناك جماعة مسلحة تسيطر على القرار اللبناني وتتكل على منظومة تحقق لها ما تريد، لافتاً إلى أن الشعب اللبناني رهينة وحزب الله لم يتمكن بالصدفة من وضع يده على المؤسسات، إنما أتى ذلك بمساومة الطبقة السياسية التي حصدت المكاسب الآنية التافهة وأعطت القرار للحزب. وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من معرفة من يقف وراء اغتيال قسم كبير من الشهداء من بينهم بيير لجميل وأنطوان غانم. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن الحكم الذي طال انتظاره خيب أمال العديد من اللبنانيين من المحكمة الدولية، والذين كانوا يأملون أن يكشف التحقيق الدولي الجنات ويعاقب المسؤولون عن الجريمة وتكسر حلقة الإفلات من العقاب على جرائم القتل السياسية في لبنان، ورأت في الحكم تناقضا مع تحقيق الأمم المتحدة بقيادة المدعي العام الألماني ديتليف ميلس الذي وجه اتهامات إلى أكثر من 20 مشتبها به، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين والسوريين. كيف تلقف الشارع قرار المحكمة الدولية؟ تراز الخوري والتفاصيل. قرار المحكمة الدولية الذي انتظره اللبنانيون 15 عاما نزل كالصاعقة عليهم. في الشارع أبدوا استياء كبيرا والكل طلب بالعدالة الكاملة. محمود اعتبر أن القرار غير عادل ولا ينصف الضحايا. المحكمة الدولية طلع الحكم مرض الشعب اللبناني، تهموا شخص اسمه سليم أبو عياش، إذا كان هو المسؤول ما في مشكلة، بس مش معروف شيء. يعني القرار ما رضى الشعب اللبناني كله، مش عم نحكي واحد ولا اثنين، هذا القرار مش راضي الشعب. ما بعرف إذا حطينا مليار وما في اتهام لحدا معناته ما عملنا شيء. في الشارع التململ بادن على الوجوه والاستغراب سيد الموقف. مش مثل ما كنا متوقعين أبدا،
اللي متوعينه كان هالناس اللي ماتت يتاخد حقها شوي. هيدا اللي صار ما بتصور انه عدل ابدا. لا تاكل كيف بتشرب، كيف بدها تساوي بيوتها بعد الانفجار، شو نتائج المحكمة الدولية يا حوي؟ بعد كم سنة ما طلع حدا مذنب. على أي أساس بده يصدق الواحد اللي عم يصير؟ ده هلأ ما في اتهام لأي شخص كان. الدكتور شوقي عزوري تحدث عبر صوت لبنان عن الوضع النفسي للناس بعد قرار المحكمة. إذا رابطنا شيء المحكمة الدولية عظيم، بس على القليل يعطونا شيء نقدر نحن نرتاح ضميريا. اليوم رفيق الحريري منه مرتاح، ما رجع له حقه لرفيق الحريري. أنا هذا شيء عائب، مش عم بقولها لاني هيك مضروب، بس لانه خايف لبعدين كل ما بنعطي عدونا بقلب لبنان مجال بروح لابعد. الامال التي علقت على المحكمه الدوليه سقطت، والسؤال المطروح الان الى اين؟ تراز الخوري، صوت لبنان. كيف يقوم الحقوقيون حكم المحكمه الدوليه؟ تقرير لمجدلين عيد. حصر إدانة المحكمة الدولية برأس الشبكة المنفذة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وتبرئة ثلاثة آخرين شكل مفاجأة أو انتكاسة لعدد كبير من الأشخاص. فكيف يقرأ الحقوقيون الأمر؟ رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقس أجاب عن هذا الأمر. ضروري مراجعة قواعد الإجراءات والإثبات والنظام الأساسي للمحكمة. إذا كان حدا عم ينتظر أنه يكون الحكم بدين دولة أو حزب، هذه بالنصوص منا مقبولة، ومثالا مش شغلة المحكمة. المحكمة تدين الأفراد. هلأ إذا أدانت فرد واحد ولا أربعة، هيدا بيعود لمدى توافر القناعة لدى المحكمة ومعيار القناعة.